للمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف من رام الله دكتورة تمارة حداد الباحثة والكاتبة الصحفية. دكتور تمارة برحب بحضرتك بداية على شاشة إكسترا نيوز في القاهرة. دعيني أبدأ معك من التقرير الذي كنا نتابعه منذ لحظات الذي يتحدث عن الحالة والأجواء التي يعيشها سكان القطاع مع استقبال شهر رمضان المعظم. الأوضاع في القطاع حالة من الجوع، غابت كل مظاهر استقبال هذا الشهر الكريم. إسرائيل تتدخل حتى في أدق التفاصيل المتعلقة بالمساعدات. دكتور بداية أسعد الله مساءكم وتحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. بالفعل يعني استقبل المواطنين في قطاع غزة شهر رمضان المبارك بظروف استثنائية، وهذه الظروف بالفعل أمام استمرار واقع العدوان واستمرار القصف الجوي واستمرار أيضا في السياسة الممنهجة فيما يتعلق واقع التجويع، كون أن هذا الشهر رمضان الذي يجب أن يكون هناك تجهيز كامل على الأقل الحد الأدنى من المواد الغذائية والأساسية للإفطار أو عملية السحور، لكن هي غير متوفرة على أرض الواقع نظرا أن هناك حصار ممنهج من قبل إسرائيل على قطاع غزة، وهذا يعني يتم عملية استمرار هذه الحصار الممنهج ينعكس على الوضع الأوضاع الاجتماعية والأوضاع الغذائية والصحية للمواطنين الفلسطينيين. طبعا تم استقبال هذا الشهر، كان من المأمول أن تكون هناك هدنة مؤقتة خلال على الأقل هذا الشهر رمضان المبارك، لكن للأسف لم تحدث هذه الهدنة، وهذا إشارة أن عملية ما يشعر به المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يشعر بحالة من اليأس، حالة من الألم، حالة من الإحباط لعدم توفر على الأقل أسس الحياة الطبيعية، وبالتحديد هذا الشهر الذي ينبغي أن يكون هو شهر للعبادة، شهر للتعبد والصلاة، لكن أمام وجود هذه المجازر البشرية هو يلقى هذا الشهر بنوع ما من الحزن والألم، وأمام استمرار الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية بقتل الأسرة، يعني نصف عائل الأسرة أو عائلة بكاملها هي بالفعل أبيدت على أرض الواقع، وهذا بالفعل يؤدي إلى عملية أن هذه الأسرة لا تعيش في الوضع الطبيعي، لا تعيش في الحد الطبيعي نظرا أن واقع أطلاق النار مستمر حتى هذه اللحظة. لا توجد هناك بوادر حقيقية، رغم أن هناك بعض الأمور التي تشير كوصول سفينة قبل عدة ساعات خرجت من ميناء كلارنكا من منطقة قبرص، سوف تصل إلى منطقة غزة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية، تحمل 200 طن من الشحنات الغذائية، وهذه نقطة إيجابية، لكن هي بحاجة كيف سوف يكون هناك آلية التوزيع، يعني آلية التوزيع سوف تصل صحيح إلى منطقة غزة، لكن هل سوف يكون عندما يتم تجمهر المواطنين الفلسطينيين أمام هذه المساعدة، هل سوف يكون هناك ضمانات من إسرائيل بعدم قصفهم أو عدم إطلاق الرصاص عليهم، أو أن يكون هناك حماية حقيقية لديهم، ومن سوف يوزع هذه المساعدات بشكل متساوي وبشكل عادل بين الأسر الفقيرة الأكثر عوزا وأكثر فقرا؟ لذلك أمور عديدة تحدث الآن، لكن هناك ما زال عملية إطلاق النار، أعتقد كل المساعدات التي سوف تدخل أيضا هي لن تتأتى بشكل الطبيعي، أن توزع بشكل الطبيعي طالما أن إطلاق النار هو القائم حتى هذه اللحظة في قطاع غزة. لكن الأمور التي تحدث على أرض الواقع، هذه السفينة دقيقة السفينة التي قد تصل إلى منطقة قطاع غزة أو ميناء قطاع غزة، قد يكون هذا السفينة مختلفة عن الرصيف الذي تم إشارة إليه من قبل تصريحات الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذه الأمور عندما يتم دخول هذه المساعدات بحرا جيد إدخالها، ولكن المهم آلية التوزيع، صحيح. آلية ضمانة حماية المواطنين الفلسطينيين. عندما هل هناك ضمانات دكتور تمارة فيما يتعلق بالآلية المتعلقة بالتوزيع؟ فكرة عملية التفتيش اللي بتمر بها هذه المساعدات، يعني يمكن كنت بدأت سؤالي مع حضرتك في دخول إسرائيل في أدق التفاصيل المتعلقة بهذه المساعدات، أدق التفاصيل المتعلقة باحتياجات المستشفيات، المتعلقة باحتياجات الأطفال. أولا إسرائيل ترفض تماما دخول بعض المستلزمات الصحية الطبية التي لها علاقة بالواقع الطبي، ترفض دخولها، يعني أكثر من نقطة كان هناك تفتيش للشاحنات التي دخلت برا من قبل معبر رفح أو من قبل كرم أبو سالم ومعابر أخرى، لكن يتم عملية التفتيش، يتم التضييق الأمني على هذه المساعدات، ويرفض الاحتلال الإسرائيلي دخولها. لذلك عندما ينظر إلى أدق التفاصيل هو يفتشها، يقوم عملية آلية التفتيش
وهذا إشارة أن هذه المساعدات يعني هي لا تدخل بشكل الطبيعي، لا تدخل برمتها، لا تدخل بكامل هذه الشحنات. حتى على مستوى السفينة يعني تم التدقيق عليها من قبل البناء في منطقة قبرص، وأعتقد سيكون هناك تدقيق آخر من قبل إسرائيل، لكن هل سوف تدخل جميع هذه الشحنات الغذائية؟ هل سوف تدخل كاملة أم سوف يكون هناك تشتئ في عملية إدخالها؟ طيب دكتور تمارا، في نقطة المساعدات بعد التشكيك والحروب اللي بتتعرض لها منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، هل من الممكن أن نرى دور فيما يتعلق بمسألة المساعدات للهلال الأحمر الفلسطيني في هذا التوقيت، خاصة وأنه يمكن المؤسسة الوحيدة الآن في فلسطين اللي إسرائيل تحاربها ولكن ليس بشكل علني؟ إذا تحدثنا بكل واقعية حتى هذه اللحظة أن عملية المساعدات التي تتواجد على هذه السفينة لا توجد هناك أي رؤية من سوف يستلمها ومن سوف يوزعها. صحيح يتم الإشارة أن الأونروا سوف تقوم، قد يكون هناك بعض الأمم المتحدة أو واقع أن يكون هناك بعض العائلات أو القوى الفلسطينية الفردية أو المنظمة أو بعض رجال الأعمال، لكن حتى هذه اللحظة هي غير واضحة المعالم عملية التوزيع. والأونروا تقوم إسرائيل بعملية تقليص وجودها، بالعكس هي معنية تماما إسرائيل بإنهاء وجود الأونروا. لما لهذه الأمر القضية أو وكالة اللاجئين لما لها علاقة من رمزية المخيمات، رمزية اللاجئ، هي تريد أن تنهي هذه الرمزية، تريد أن تنهي هذه قضية اللاجئين من خلال تحويل هذه المساعدات، تقديمها إلى برنامج الأغذية أو تحويلها إلى أي جهات هيئات أممية أخرى، لكن ليس لها علاقة بالأونروا وليس لها علاقة بوكالة اللاجئين التي هي تعنى بالفعل بتقديم المساعدات الإنسانية أو الصحية أو الواقع التعليمي أو الصحي أو الواقع الغذائي أو حتى مساعدة الأسر الفقيرة. لذلك تحاول إسرائيل قدر الإمكان تقليص وجودها من خلال تقليل الأموال، رغم أن بعض الدول الأوروبية أعادت تمويل هذه الأونروا، ولكن هذا التمويل لا يخفي تماما احتياجات ومستلزمات هذه الأمور، ولذلك باعتقادي قد يكون هناك تسليم هذه المساعدات لأي جهات أخرى بعيدة عن أنور وحتى يتم تقليص وجودها وعملها ومهامها، وبالتحديد أن لها علاقة ببعض اللاجئين وهي ما تريد إنهائه على أرض الواقع. طيب دكتور تمارا، ماثيو ميلر متحدث الخارجية الأمريكية كان ليه تصريحات متعلقة برغبة واشنطن لتواجد خطة لحماية المدنيين في رفح جنوبي القطاع وضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار، ويمكن ده أمر هام على حد تعبيري. تعليق حضرتك على هذه التصريحات، تعليق حضرتك على الازدواجية في الأداء ما بين تصريحات علنية بضرورة وقف إطلاق النار من ناحية أخرى دعم غير مسبوق يقدم لإسرائيل، وهل بطبيعة الحال دكتور تمارا وبحسب مراقبة حضرتك للمشهد فشلت الولايات المتحدة في إرغام إسرائيل على التوصل إلى وقف إطلاق النار في الشهر الكريم؟ إذا تحدثنا بكل واقعية، أول الولايات المتحدة الأمريكية جزء أساسي في هذه المعركة. لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تعزز واقع وقف إطلاق النار لما قدمت الكثير من الفيتو الأمريكي، وبالتحديد المشروع الأخير الذي تم قدمته الجزائر في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وضعت حق النقد الفيتو في مشروع وقف إطلاق النار. هذا إشارة أن إسرائيل وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، بالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، هي غير معنية بوقف إطلاق النار، هي فقط معنية بهدنة مؤقتة فترة بسيطة مدتها 6 أسابيع لإخراج الرهائن المحتجزين ذو الجنسية الأمريكية، وهذا مصلحة لبايدن وقبل أن تكون هي مصلحة للواقع الإسرائيلي. مصلحة بايدن تحقيق هذه الهدنة المؤقتة لفترة بسيطة لإخراج الرهائن وتخفيف وطأة الشارع الأمريكي، كون أن بايدن الآن يعاني وأيضا يجابه معركة انتخابية أمام الجمهوريين، ويعلم تماما أن الجمهوريين أو ترامب قد يفوز في بكل أريحية في المعركة القادمة، لذلك يحاول قدر الإمكان أن يحقق صورة انتصار وإن كانت وهمية في منطقة الشرق الأوسط، حتى يحقق نوعا ما من عملية تعزيز تخفيف فجوة الفوارق بين ترامب وبين بايدن. لذلك هذه الهدنة فشلة، وفشلة طبعا لأكثر من نقطة. أولا بسبب نتنياهو، وتم تصريحاته يوم أمس
أن هناك خلافات ما بين الإدارة الأمريكية والإسرائيلية، لكن هي ليست جوهرية، وإنما هي خلافات في إدارة الحرب وأيضا تنفيذ آلية الحرب. وهذا إشارة أن العلاقة ما زالت مستمرة وقوية، وعلاقة استراتيجية بين أمريكا والصين، عفوا أمريكا وإسرائيل. وهذه العلاقة بين كلا الطرفين هي تعطي نتائج أن ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية هي تقدم الدعم المجسي وتقدم كل الدعم الاستخباراتي والأمني بين أمريكا وإسرائيل، ولكن هي خلافات تكتيكية على واقع إدارة الحرب، وهذه الخلافات لا تتعدى البعد الإعلاني، بمعنى أنها لا تتعدى البعد الإعلاني، ولكن ضمنيا ما زالت العلاقة قوية، والدليل أن ما زالت تقدم الشحنات العسكرية 100 عملية عسكرية، 100 عملية إيصال سلاح لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الأمر يشير إلى واقع أن ما تم التصريحات عبر الإعلام هي تتناقض كليا عن الأفعال التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لدولة إسرائيل. لذلك هي بالفعل ازدواجية المعايير، وهذه الازدواجية تنعكس على الواقع المدنيين، هم يشيرون إلى حماية المدنيين، لكن على أرض الواقع من يتم قتله السلاح بسلاح إسرائيلي، ولكن هو السلاح الفعلي وسلاح أمريكي، لكن من يقوم بتنفيذ هذه باستخدام هذا السلاح الأمريكي والإسرائيليون، أو حتى على مستوى قد يكون هم عبارة عن ذو جنسية مزدوجة، قد يكون أمريكان أو بعض الدول الأوروبية المختلفة في العالم. طيب لذلك دكتور تمارا، في النقطة دي يمكن وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ كانت لها تصريحات متعلقة بهذا العدوان الإسرائيلي، كانت تخاطب إسرائيل بشكل مباشر وأن على إسرائيل أن تغير مسارها في هذه الحرب، وإلا فإنها ستخسر المزيد من الدعم الدولي. بالحديث بين قوسين دكتور تمارا على فكرة الدعم الدولي، هل تهتم إسرائيل لأي شكل من أشكال الدعم الدولي في ظل وجود هذا الدعم الغير مسبوق من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية؟ إذا تحدثنا بكل واقعية، إسرائيل هي لا تهتم بأي إشكاليات قد تحدث مستقبلا، وهي تعلم تماما أن هي رسخت رواية بالنسبة للدول الأوروبية وصدقتها الدول الأوروبية، وهذا يختلف كليا عن الحكومات صناع القرار عن الشعوب. صحيح هناك الشعوب خرجت في الدول الأوروبية تطالب وقف القتال والعدوان على قطاع غزة، لكن هذه خروج التظاهرات من قبل الشعب لا تؤثر على صناع القرار ولا تؤثر على حكومات هذه الدول. لذلك حكومات هذه الدول ما زالت ترسخ في ذهنيتها أن إسرائيل من حقها أن تدافع عن نفسها، وبالدليل أن الولايات المتحدة الأمريكية تصريحات بايدن أشار أن حماية إسرائيل والدفاع عن إسرائيل هي خط أحمر، هي يجب أن تنفذ أهداف التي وضعتها وهي القضاء على حركة حماس. وهذه الدول أيضا تجتمعت ضمن سياق أن يجب القضاء على حركة حماس والقضاء على المقاومة الفلسطينية، يجتمعون على هذه النقطة، قد يختلفون في إدارة هذه النقطة، كيفية عملية قتل إبعاد أو تقليص المقاومة، لكن بإبعاد هذا القتل عن المدنيين. هذه النقطة التي خلافية بين هذه الدول، بمعنى أن هذه الدول الأوروبية أو بعض الدول المجتمع الدولي غير معني بقتل المدنيين، ولكن هم يدعمون إسرائيل لتنفيذ أهدافها في قطاع غزة، سواء كان الأهداف العسكرية أو الأهداف الأمنية أو العسكريات العملياتية أو السياسية في منطقة قطاع غزة. حتى على مستوى تقسيم قطاع غزة يتشاركون في هذا المضمار، هم يعلمون تماما أن القضاء على حماس هذا يعني انتصار ليس فقط إسرائيل، وإنما انتصار الدول التي تقدم لها الدعم، وهذا يعني أن انتصار إسرائيل في المنطقة هذا يعني لن يكون هناك أي عملية تعدي من قبل القوى الأخرى المتمثلة بحزب الله أو القوى المدنية أو الكتائب العراقية أو السورية على إسرائيل، وهم يريدون تحقيق الأمن القومي لإسرائيل تحت منطلق الدفاع عن نفسها. لكن كل هذه الذرائع ليس فقط الدفاع عن نفسها، هم يريدون ترسيخ المشروع الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط وسرقة الثروات في المنطقة مقابل إضعاف هذه الدول العربية لتثبيت وجود واندماج إسرائيل في المنطقة. طيب دكتور تمارا، أخيرا، هل من وجهة نظر حضرتك هناك نقطة ستكون فاصلة في مسار هذا العدوان؟ أي سيناريو من الممكن أن يكون هو سيناريو النهاية لهذا العدوان؟ البعض اللي ربما على سبيل المثال يعول على الانتخابات الأمريكية المقبلة، ولكن بالنظر إلى تاريخ الانتخابات الأمريكية المقبلة، هل سيصمد الشعب الفلسطيني حتى هذا التاريخ يا دكتور؟ أي نقطة أو عند أي نقطة من الممكن أن يتحول مسار هذا العدوان؟ أولا الشعب الفلسطيني بالفعل الآن يعني يعاني من حالة صعبة جدا من المجاعة،
يعني بدأ يطالب العديد يعني من الأصوات تطالب بالفعل يعني يجب أن يكون هناك إنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل قطاع غزة. لكن الآن هناك في نقطة هل أن المقاومة سوف تصمد حتى نوفمبر في هذا العام الحالي حتى يعني بداية الانتخابات الأمريكية أو انتهاء هذه المعركة الانتخابية؟ حسب واقع المقاومة الفلسطينية أشارت أنها قد تستطيع الصمود إلى يعني قرابة شهر أو شهرين، لكن باعتقاد أن إسرائيل ما زالت متعنتة ومصممة حتى على مستوى القضاء على المقاومة الفلسطينية إلا إذا كان هناك ضغوطات حقيقية، لكن لا أعتقد إسرائيل أن تقبل بهذه الضغوطات رغم الوسطاء المصريون القطريون الذين يحاولون قدر الإمكان تعزيز هذه الهدنة، لكن إسرائيل حتى هذه اللحظة مصممة في عملية إعادة التغيير الجغرافي والديمغرافي والهيكلي وإعادة تضريس قطاع غزة. والدليل هناك في إنشاء طريق فصل المنطقة الشمالية عن المنطقة الجنوبية، وإسرائيل بالفعل احتلت قطاع غزة، لم يبقى حتى هذه اللحظة فقط الدخول إلى منطقة رفح، يعني بمعنى أصبح الآن لديهم الربع الأخير في عملية الدخول إلى منطقة رفح، رغم أن هناك بعض وجود المقاومة التي تطلق بين الفينة والأخرى الصواريخ أو القذائف أو الكمائن، لكن المقاومة هي تستخدم هذه التكتيك عملية الضرب بين الفينة والأخرى لأكثر من نقطة حتى تقلل واقع الخسائر البشرية وتقلل واقع الخسائر في الواقع الصواريخ لذلك. لكن إسرائيل هي لا تهتم بهذا الأمور، لكن هي تستمر في عملية واقع إطالة هذه الحرب حتى تنفذ أهدافها، وأعتقد إسرائيل حسمت موقفها في هذا المضمار. لكن للأسف الضحية الكبرى بين كلا الطرفين سواء كان حركة حماس أو واقع إسرائيل الضحية الكبرى هم المدنيين. نعم، أنا في الحقيقة بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتورة تمارة حداد الباحثة والكاتبة الصحفية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.